مسؤوليات قبلة واقية من المطر قبعة مزركشة. فصيلة المشاة وهي صنع روسي الخواص. إن تنظيم مثل هذه الزيارات لفائدة ممثل وسائل الإعلام الوطنية يأتي من منطلق أن الاتصال عامل مهم في استراتيجية الدفاع عن مصالح الدولة وتحقيق أمنها الاجتماعي من خلال تنوير الرأي العام ورفع درجة وعي المواطن لتحصينه اتجاه المخططات الدنيئة والدعاية المغرضة التي يروج لها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف القنوات.